شجرة ضخمة قدر عمرها علماء النبات بقرابة 2000 سنة على الأقل، ومن كبرها بيستظل فيها أكثر من 100 رجل، زي ما ذكر في كتاب صفة جزيرة العرب للحسن الهمداني المؤرخ والجغرافي اليمني الشهير. في دقتين وحديثنا عن شجرة الغريب في اليمن. تعد شجرة الغريب أقدم وأضخم شجرة في منطقة الجزيرة العربية وقارة آسيا، تقع في منطقة السمسرة في أحد أرياف صافية دبع بمحافظة تعز. تسمى هذه الشجرة الكلهمة ويدل على الصفات الغريبة، ولكن أبناء المنطقة أطلقوا عليها شجرة الغريب لندرتها وغرابة شكلها. تتميز شجرة الغريب أن بتملك سيقان سميكة متورمة، فهي غريبة الشكل. لها جذع ضخم جدا يبلغ محيطه حوالي 35 متر وارتفاعه يزيد عن 5 أمتار، وتتفرع منها فروع تغطي مساحة 10 أمتار، والجذع يشبه لون جسم الفيل. والغريب أن لا تنتج إلا ثمرة واحدة كل عام، وتكون مخضرة ومزهرة 6 أشهر، بعدها تتساقط أوراقها وتكون يابسة بقية العام. تفرد هذه الشجرة جعلها مقصد للسائحين والزوار اللي بتوافدوا بشكل مستمر للتمتع بالنظر إليها، لكونها أعجوبة من العجائب البيئية والنباتية في اليمن. لكنها في الفترة الأخيرة وبسبب الأوضاع الصعبة لاقت إهمال كبير في الاعتناء بها، فهي تحتاج إلى اهتمام مضاعف، خاصة أن هناك العديد من الأمراض والآفات الزراعية اللي تمثل خطر على حياتها. لذلك يجب الحفاظ عليها كونها جزء من التنوع البيولوجي في اليمن وتفرد تتميز به. هل قد زرتم هذه الشجرة الغريبة من قبل؟ وإيش الشيء اللافت اللي عجبكم فيها؟ شاركونا في التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي يمن انفورميشن سنتر.